بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من تعالوا اتكلم فلك وسلسلة آيات فلكية في آيات قرآنية. مهلا يا رمضان. معاك النهاردة مع آية فلكية معجزة ذكرت مرة واحدة، الكلمة المعجزة اللي فيها ذكرت مرة واحدة في القرآن الكريم، وهي في سورة الذاريات. الله سبحانه وتعالى يذكر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الحبك. صدق الله العظيم. الحبك يعني كلمة معجزة وكلمة صعبة جدا. حد فيك في حضراتكم عارف يعني ايه الحبك؟ الحبك لما بحثنا في قاموس المعاني وفي المعجم الوسيط والمعجم الوجيز، لقينا كلمة الحبك هي كلمة جمع مفردها حبيكة أو حبيكة، والحبيكة هي الثوب المحبوك، يعني العباية أو الرداء اللي هو مظبوط على صاحبه بالملي، البدلة أو العباية أو اللبس اللي مظبوط على صاحبه أو على صاحبته، يعني بدقة شديدة جدا، لا طول ولا عرض، محبوك تماما يعني. فالله سبحانه وتعالى بيقول والسماء ذات الحبك. فالفهم الأولي للآية، الله سبحانه وتعالى بيلفت النظر إلى هذه السماء ذات الحبك، يعني ذات الانتظام المحكم وذات الخلق العجيب وذات الخلق المنتظم تماما والمحبك حبكا طيبا وحبكا واضح. تبص في السماء ما فرط، يعني تبص في السماء ما فيها من تفاوت، محكمة بشكل عجيب، شروق وغروب وأفلاك تتحرك وكلهم في فلك يسبحون، والقمر ميعاده معروف والشمس تشرق في ميعاد معروف والكواكب تتحرك في ميعاد معروفة، حبك عجيب وانتظام شديد جدا. فينطبق معنى والسماء ذات الحبك أي السماء ذات الانتظام في حركتها وفي آياتها وفي بناها وفي خلقها وفي هيئتها اللي احنا بنبص عليها. هذا فهم. بما اننا بنتكلم فلك وطورت العمليه وبقينا فلكيين وبقينا عندنا تلسكوبات، والله سبحانه وتعالى من علينا بعلم الفلك وتكنولوجيا الفلك والارصاد والتلسكوبات وتكنولوجيا الفضاء، والانسان بدا يبص من خارج الارض على السماء. ما معنى الفهم الجديد للحبك؟ اولا في علم الكوسمولوجي، يعني بيحاول العلماء في علم دراسه الكون ان هم يلاقوا الشكل للكون. يعني ايه الكون عامل ازاي؟ هل هو الكون مدور؟ هل هو الكون فلات؟ هل هو الكون عامل ازاي؟ ومن خلال المودلز الرياضيه، المعادلات الرياضيه، اوجدوا 3 سيناريوهات للكون او لشكل الكون، اقربهم ان يكون شكل سرج الحصان. سرج الحصان اللي هو لو في حصان وحد خيال يعني بيركب على الفرش اللي على ظهر الحصان ده اسمه سرج الحصان. سرج الحصان ده لابد ان يكون محبوك حبكا شديدا. اللي فيكم شاف يعني الحلقات بتاعت الخياله او اللي هم بيعملوا سباق الخيل، لابد ان سرج الحصان يكون محكم تماما من ناحيتين، على ظهر الحصان والمكان اللي بيقعد منه الفارس او الخيال. فالحبك تنطبق على معنى ده، معنى شكل الكون اللي بيحاولوا العلماء يقولوا ان الكون شكله شكل سرج الحصان. فسرج الحصان هو احد السيناريوهات اللي مطروحة ليكون عليها شكل الكون. فالسماء ذات الحبك تمشي عليها معنى شكل الكون الحديث اللي العلماء بيفترضوا ان يكون موجود عليه الحبك. ده حاجة. حاجة تانية ظهرت حديثا برضو في علم الكوسمولوجي او دراسه الكون، ما يسمى بالسترينج ثيوري او سوبر سترينج ثيوري، اللي هي نظريه الاوتار الفائقه. بيحاولوا العلماء يجمعوا القوى اللي ماسكه الكون، فطرحوا فكره بيسموها نظريه الاوتار الفائقه. بيقولوا ان الكون عباره عن هذه القوى كلها متجمعه في شكل حبائل او في شكل اوتار من القوه. طبعا القوه اي طالب في ثانوي عارف ان القوه 4 انواع، القوة الصغيرة والقوة الكبيرة وقوة الجرافيتي والقوة الكهرومغناطيسية. ففي نظرية الأوتار الفائقة العلماء بيحاولوا يجمعوا هذه ال4 قوى في قوة واحدة، والناتج عنها ما يسمى بنظرية الأوتار الفائقة. الأوتار الفائقة أو الحبائل الفائقة أو السترينج ثيوري ينطبق عليها الحبكة. الحبكة لأنك أنت لما تيجي تربط حاجة مع بعضها بتربطها بإحكام وبحبكة شديدة. فبرضو يعني فهم قد يكون بعيد شوية على فهم السماء ذات الحبك، لكن نظرية الأوتار الفائقة الجديدة بترمي إلى هذا المعنى، والسماء ذات الحبك أي ذات الربط المحكم وذات الترابط ما بين مكوناتها اللي احنا عرفناها. وكان في فهم قديم على السماء ذات الحبك على أنها النجوم زي ما أشرت، وعلى أنها هيئة السماء. ده كانت حلقة النهاردة في السماء ذات الحبك. أتمنى يكون ألقيت الضوء بشكل فلكي عليها. أتمنى يكون الصلوات لحضراتكم، وأشوفكم بكرة إن شاء الله في آية فلكية أخرى.
وإلى اللقاء.